تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة تفجير سيارة مفخخة قرب مدخل مطار عدن الدولي بالجمهورية اليمنية الشقيقة مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء وتؤكد وزاره الخارجيه وقوف مملكه البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهوريه اليمنيه الشقيقه في كل ما تتخذه من اجراءات لاستعاده الدوله والدفاع عن سياده اليمن والحفاظ على امنه واستقراره مجدده موقفها الثابت الرافض لكافه اشكال وصور التطرف والارهاب